مرحبا بك في عالم وصفات دريم ويب. فاجئي ضيوف عشائك بكريم برولي الزنجبيل والبرتقال مع قطع توفي البرتقال اللذيذ هذا. لهذه الوصفة ستحتاجين مغلف مسحوق دريم ويب للطبقة العلوية وهذه المكونات. ابدأي بخلط الحليب، كريمة الطهي، الزنجبيل المبشور وقشور البرتقال في قدر ذو قاعدة سميكة. اتركيه حتى الغليان قبل تركه ليطهو بهدوء لمدة 2 إلى 3 دقائق. ارفعيه عن النار وقومي بتصفيتهم. اسكب الخليط المصفى في قدر واضفي مسحوق رويال كريم كراميل. اعديه للنار واتركيه حتى الغليان وليطهو لمدة دقيقة واحدة مع التحريك المستمر. ثم قومي بسكب الخليط في 4 زبديات مقاومة لحرارة الفرن واتركيهم جانبا ليبردوا. حالما يبردوا ضع الزبديات في الثلاجة لمدة 4 ساعات. أثناء انتظارك لخليط كريم كراميل ليتماسك قومي بتحضير قطعة توفي البرتقال في قدر صغير ذو قاعدة سميكة. امزجي عصير البرتقال، السكر الناعم وحركيهم فوق نار خفيفة حتى يذوب السكر. قومي برفع الحرارة وتابع الطهي حتى تصبح الصلصة كثيفة. ارفع القدر عن النار واضيفي قطع البرتقال واتركيهم جانبا ليبردوا أثناء قيامك بإشغال الشواية. حالما يتماسك خليط الكراميل الذي في الثلاجة قومي برش السكر في كل زبدية. ضع الزبديات تحت الشواية الذي سبق تسخينها لمدة 2 إلى 3 دقائق. الآن حضري دريم ويب للطبقة العلوية باتباع الإرشادات على العبوة. أضيف دريم ويب للطبقة العلوية من كل طبق وقطع توفي البرتقال. ستجدين وصفة كريم برولي الزنجبيل والبرتقال مع قطع البرتقال لذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لعالم كامل من الوصفات.